فعندما يحل الظلام في حي سوهو اللندني، يظهر الجانب الليبرالي في بريطانيا. المثليون من الرجال والنساء يعيشون حياتهم بشكل طبيعي، فمنذ مطلع العام أصبح بوسع المثليين الزواج رسمياً. لكن ماذا عن المواطنين من أصول أجنبية في لندن الذي ينتمي معظمهم إلى عائلات محافظة؟ هل يستطيعون عيش حياتهم بهذه الحرية الجديدة؟ في مساء يوم من أيام الجمعة التقيت سوا، إنه مسلم من عائلة قادمة من شرق إفريقيا. اتفقنا على أن نلتقي عند نهر التايمز حيث ينظم مهرجان سينمائي للمثليين، وهذه هي أجواء سوا. المرء هنا جزء من عائلة كبيرة لها نفس التوجهات الجنسية. أحياناً يشعر المثليون بالعزلة بينما يعيشون هنا أجواءهم وحياتهم كما يشتهون. يومياً تقريباً يذهب سوا إلى المهرجان السينمائي، حيث يشعر أنه داخل مجتمعه، وغالباً ما يكون برفقة صديقه ناجل الذي يعيش معه منذ 17 عاماً. اليوم شاهد الرجلان فيلماً هندياً، بعدها روى لناجل كيف تعرف على بعضهما البعض. الرغبة كانت موجودة منذ اللحظة الأولى، ولاحقاً أصبحت العلاقة أكثر جدية بعد أن تعرف بعضنا على بعض بشكل جيد. كانت هناك مشاكل مع عائلة سوا التي تعيش في شمال إنجلترا، والتي ما زالت ترفض توجهاته المثلية. لم أرغب في الارتباط بأحد لا يستطيع عيش حياته وممارسة نشاطه الجنسي بحرية، لكن وضع سوا يختلف، فهو يستطيع هنا في لندن وبعيداً عن عائلته عيش توجهاته وممارسة حياته الجنسية بشكل عادي. يعتزم الرجلان عقد قرانهما في الخريف المقبل بحضور كثير من الأصدقاء وعائلة ناجل، أما سوا فلا يعرف أي من أشقائه وشقيقاته سيحضر. شقيقتي الأكبر سناً لن تحضر، فليس لدي أي اتصال بها، أما الآخرون فلا أدري ماذا سيفعلون، سأدعوهم لحضور حفل الزفاف ويبقى الخيار لهم. في ختام السهرة المسائية ذهب ناجل وسوا إلى ناد ليلي مخصص للمثليين يقدم موسيقى هندية. دي جي ريتو أسست النادي قبل 20 عاماً، وكثير من رواد الديسكو ينحدرون من أصول أجنبية وتحديداً من جنوب شرق آسيا. كنت أتمنى أن تحدث تغيرات كبيرة خلال العقدين الماضيين منذ تأسيس النادي، بحيث يستطيع كثير من الشبان المثليين عيش حياتهم بشكل طبيعي وسهل، لكن ذلك لم يحدث للأسف. ريتو ترى أن كثيراً من رواد الديسكو يشعرون أن عليهم الاختيار بين العائلة وحياتهم المثلية. الأمر يزداد تعقيداً وصعوبة بالنسبة للمثليين الأجانب، ففي محيط المثليين توجد أيضاً عنصرية إن صح التعبير. لذا فهذه خطوة كبيرة بالنسبة لنا أن ننفصل عن عائلتنا ونفقد دعمها. سوا يشعر أن لديه عائلة جديدة مع ناجل وأصدقائه. إنهم يحتفلون طويلاً في النادي الليلي بجوار نهر التايمز. حي إيست إند في لندن، غالبية سكانه من أصول مهاجرة. كثير من البنغال يتسوقون هنا في سوق وايت شابل. أتيت إلى هنا لمعرفة آراء الناس بزواج وحياة المثليين. بالقرب من السوق تواعدت مع نساء من جمعية النساء الآسيوية، بعضهن من الهندوس والبعض الآخر مسلمات من بنغلاديش والهند. غالبية النساء ربات بيوت. المسلمة زبيدة تدير وكالة للزواج وتواجه تحديات كبيرة لأن أطفالها وأحفادها يعيشون في مجتمع منفتح وليبرالي.
في ثقافتنا يعتبر الرجل والبيت أهم شيئين بالنسبة للمرأة، لكن البنات يقولن الآن إنهن متعلمات ولذا يطالبن بحقوق متساوية وبالاستقلال. لم تعد البنات يلتزمن بالعادات والتقاليد، حتى بناتي. زواج المثليين ترفضه زبيدة جملة وتفصيلا، وحول هذا الموضوع دار نقاش مطول. من المحرج أن يتعانق المثليون ويقبلون بعضهم البعض، سواء في المحال التجارية أو القطار. إنه أمر محرج حقا. لا أحب ذلك، لذا أغلق عيناي. إنه نموذج سيء للأطفال. لكن إذا كانوا يعبرون بذلك عن مشاعرهم، فما المانع؟ لا مانع في علاقة صداقة، لكن أمور الزواج والعائلة والأطفال لا تجوز إلا بين رجل وامرأة. لدى بعض الرجال هرمونات أنثوية كثيرة، ولدى بعض النساء هرمونات ذكورية. لديهم مشاعر وأحاسيس مغايرة، حتى لو لم يكن ذلك ملفتاً للنظر. وفي هذه الحال ينبغي للمجتمع أن يسمح بذلك. عذراً، ولكن يفترض أن يتقبل المجتمع هكذا أمور. زواج المثليين في ديننا هو أحد علامات قيام الساعة، لذا لن يوافق المسلمون على هذا الزواج. الجاليات الإسلامية في بريطانيا حاولت منع زواج المثليين تماماً كالمسيحيين المحافظين، ورغم فشلهم في ذلك إلا أنهم لا يريدون الاستسلام ويواصلون احتجاجهم. وهذا ما أكده لي محمد عبد الباري، المتحدث باسم مسجد شرق لندن في وايت شابل، وهو أحد أكبر مساجد أوروبا. تقاليدنا الدينية لا تقبل المثلية الجنسية والزواج من نفس الجنس، لكن هذا لا يعني كراهية هؤلاء الناس أو التمييز ضدهم، فذلك غير مقبول في المجتمع المتحضر. وإذا كانت هناك رغبة في التغيير، فمن الضروري إجراء نقاش حوله. كيف يمكن أن تكون عضواً في جماعة دينية ترفض مثل هذا الشكل من الحياة الخاصة؟ تواعدت مرة أخرى مع سوار الذي يصلي بانتظام ولا يشرب الكحول. الشقة التي كان يتقاسمها مع صديقه ناجل مليئة بالذكريات المشتركة والأغاني المفضلة. في البداية عاقبت نفسي بسبب مثليتي، واعتقدت أنني السبب في ذلك، لذلك قمت بأداء الطقوس الدينية لأطهر نفسي. لكن مع مرور الوقت بدأت أتقبل المثلية، فالدين جزء مني ولن أستطيع تغيير ميول الجنسية، والإنسان الذي أحبه هو نايجل. الأصوليون الذين يهاجمون المثلية الجنسية على الإنترنت لن يستطيعوا اليوم الإضرار بسوا. الدين في حد ذاته لا يرفضني، وإنما من يرفضني هم الأشخاص الذين يفسرون الدين، وديانتي ما زالت هي الإسلام، ولن أتخلى عن ذلك أبدا. تجاوز العقبات الدينية والثقافية أمر نجحت فيه منطقة هارينغاي متعددة الثقافات شمال لندن. أول زواج مثلي احتفلت به المنطقة بين اثنين من الهندوس. أسرتا سوبوتس ونيرانجان تنحدران من سريلانكا والهند، حيث تعاقب هناك المثلية الجنسية. يوم الزواج هو مناسبة كبيرة بالنسبة لوالدة سوبوتس، غير أن تقبل الأمر لم يكن سهلاً بالنسبة للأقارب في الهند. الأم كانت في قلق دائم حيال موقف الأسرة في الهند ومن التعليقات المهينة. بالأمس اتصلت واحدة من الأقارب وسألت الأم لماذا سمحت بهذا الزواج.
هنا ردت والدة زوبوت بأن ابنها لا يزال ينتمي للأسرة. فقالت العمة: لكنك كأم كان عليك أن تمنعيه من ذلك. بعد إجراء مراسم الزواج، تحرك موكب العرس إلى وسط حي سوهو للاحتفال. وكانت هذه أول فرصة لأتحدث مع والدة سوبوتس التي تسكن منذ 17 عاماً مع ابنها وصديقه الذي يعاملها كابن ويطبخ لها. عندما علمت بأمر المثلية بينهما بكيت وقلت لابني: كيف تفعل هذا؟ لكنني بدأت بعد ذلك أتقبل الأمر، والآن أنا سعيدة. نخب من أجل أكثر من دعم هذا الزواج بين الاثنين. الأمر لم يكن سهلاً، لذا ننحني أمام هذه المرأة. التسامح مطلوب، خاصة من الزوجين اللذين قاما بدعوة أفراد من الأسرة رغم رفضهم لهذه العلاقة. نحن في حاجة إلى إشراك الجميع، سواء أكانوا يقبلوننا أم لا، ومن واجبنا أن نشجعهم على الحوار معنا والتعاون سوية. وبعد إشراك حتى من لا يتفهمون ميولنا، فسيصبح بمقدورنا تغيير موقفهم، وهذه هي الطريقة الوحيدة للنجاح. يرى زوبوتس ونيرانجان نفسيهما كرواد في زواج المثليين، ويأملان في المستقبل أن يزيد عدد المستفيدين من الفرص المتاحة لزواج المثليين في بريطانيا بغض النظر عن لون البشرة أو الدين.